لكن هذا جنون أيها الضابط. كيف تتهم رجلا محترما كدييغو بأنه المجرم والمدعو زورو؟ لدينا معلومات مؤكدة يا سيدتي. زورو مجرد قناع يتخفى وراءه هذا الرجل، ومهمتي هي أن أقبض عليه. يا رجال خذوه. انتظر لحظة، أنا أخت حاكم المدينة وأمركم بأن تتركوه. المدينة اهدئي من فضلك. أيها النقيب، لا شك أن لديك دليلا، أليس كذلك؟ لأن اتهامي بأن يزوروا أمر خطير لا يستهان به. لا يعقل أن تتهمني بلا إثبات. ليس خطيرا فقط، بل مهزلة لا يسكت عنها. سيدي، لقد فتشنا منزل دييغو دي لا فيجا ووجدنا هذا في الإسطبل. قلت مهزلة؟ ما قولك في هذا يا دييغو؟ أعدك يا سيد أليخاندرو أنك ستكون بخير، هذا وعد مني. جمالاي، هذا أنت حقا، أنت هنا سيد أليخاندرو. أرجوك أن تسامحني على ما فعلت بك، فلتسامحني. جئت لأبحث عن ابنة الحاكم الأنسة إزميرالدا. سأتي معك يا برناردو، هيا بنا، هيا. هذا هو، تعال هذا معي. ماذا تريدون؟ رأيتك في الميدان مع دييغو دي لا فيجا، والآن سترشدني إلى مغباه وإلا سأقتلك. دع الفتى وشأنه، لا فائدة من هذا، فهو لا يفهمك، إنه أبكم وأصم. أصبر، من أعطاك إذنا بالكلام؟ هيا 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 تحرك. مهلا، تقتحمون المكان وكأنكم تملكونه. أما من احترام للسيد أليخاندرو المريض؟ احترام؟ احترام لمجرم؟ لرجل خان التاج؟ كل هذا كذب، كذب وافتراء. هو ليس خائنا، الخائن فعلا هو قائدكم مونتيرو. ستندمون، ستندمون حين يأتي دييغو، سيعرف كيف يأخذ حقه منكم. دييغو الآن في السجن لأنه زورو. خذ. ريكاردو، أريدك أن تعدني بشيء. مهما حدث لا تسمح لدييغو وإزميرالدا بالزواج. ماريا أنجل، أعدك أنهما لن يتزوجا، لن أتيح لهم الفرصة ليجعلاني أضحوك. أختك أهانتني عندما رفضت الزواج بي، وستدفع الثمن، فقريبا جدا ستركع أمامي. أما دييغو فللأسف أنا مضطر.